هل يجوز أن يعتمر الإنسان عن والدته وهي قد تجاوزت 70 من العمر وهي مقيمة خارج المملكة؟ إذا كانت لم تؤدي الفريضة وهي عاجزة عن الحضور إلى مكة عجزا مستمرا لا يرجى معه أنه تستطيع فيما بعد، فإنها توكله ويحج حجة الإسلام أو يعتمر عنها عمرة الإسلام. أما إذا كانت تستطيع الحضور فإنه لا يجزي التوكيل، لا بد من حضورها وأدائها الحج والعمرة عن نفسها، ولا يكفي الوكالة في هذا. نعم.